نشرة الأخبار مع نجاح المولى. جولة إخبارية مفصلة، أهلا بكم. مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد الأربعاء بعد التصويت على قانون الناجيات الأيزيديات وإنهاء القراءة الأولى لقانون مواجهة كورونا. المحجات التي سيضع البابا قدمه فيها هي أماكن مهمة يمكن أن تكون معالم سياحية لبلدنا. 4 أيام على زيارة البابا التاريخية، وزير الثقافة يدعو لاستثمارها بشكل أمثل ويؤكد أن الأماكن التي يزورها ستصبح معالم سياحية. نفتخر بالمعلم طبعا في كل مساراته رغم كل التحديات الصعبة اللي مر بها التعليم العراق، ما زال التعليم يقوم بدوره بمسؤولياته. رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان يهنئون المعلم في عيده ويؤكدون ضرورة دعم الأسرة التربوية وحماية حقوقها. استعدادات لوصول أولى وجبات لقاح كورونا إلى العراق، والصحة تطلق منصة إلكترونية لتسجيل طلبات التعقيم باللقاح. عقوبات أوروبية تطال مسؤولين روس على خلفية قضية نافالني، وموسكو تحذر من تدمير العلاقات الثنائية وتتوعد بالرد. رفع مجلس النواب جلسته إلى الأربعاء المقبل بعد التصويت على مشروع قانون الناجيات الأيزيديات وإتمام القراءة الأولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا. وتضمن جدول أعمال جلسة الغد استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات والقراءة الثانية لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا. وشهدت جلسة أمس تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري لسنة 1971، وأجل مجلس النواب أيضا التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين لسنة 1969. وفي أول ردود الأفعال بعد تصويت مجلس النواب على قانون الناجيات الأيزيديات، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن التصويت هو انتصار للضحايا الأيزيديات اللواتي تعرضن لأبشع الانتهاكات وجرائم الإبادة الداعشية. وشدد صالح في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على أهمية مواصلة الجهد لمعرفة مصير باقي المفقودين والمختطفين وإنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين. رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصف إقرار قانون الناجيات الإيزيديات وغيرهن من بنات العراق بأنه خطوة مهمة لتحقيق العدالة ويعكس قيم المساواة والمواطنة. الكاظمي وفي تغريدة له على تويتر أكد أن الحكومة ستسخر كافة جهودها لتطبيق القانون وتوفير حياة كريمة لكافة الناجيات وتحرير ما تبقى من الأسرى، فضلا عن إعادة الحياة إلى المناطق المحررة والنازحين إلى مناطقهم. حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم موعدا لاجتماع رئاسة المجلس مع رؤساء القوى السياسية لبحث القوانين الضرورية والمهمة. الحلبوسي في بيان أوضح أن من بين القوانين التي ستناقش قانون الموازنة للإسراع بإقراره وقانون المحكمة الاتحادية، فيما وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق تضم لجنتي النزاهة والأقاليم وممثلا عن الادعاء العام وديوان الرقابة لمتابعة ملفات الفساد في محافظة صلاح الدين. الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين هدف تسعى مفوضية الانتخابات إلى تحقيقه من أجل ضمان المشاركة الواسعة بعملية الاقتراع. فالمفوضية تنشر فرقها الجوالة وتعقد الندوات التثقيفية سعيا لتغيير قناعات المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات. مفوضية الانتخابات تواصل عمليات التسجيل البيومتري وتحديث سجل الناخبين
استعدادا لإجراء الانتخابات المبكرة. البيانات المتوفرة لدى المفوضية تشير إلى ارتفاع نسبة التحديث والتسجيل، لا سيما بعد تكثيف الفرق الجوالة في المناطق السكنية. وصلنا إلى نسب متقدمة حقيقة، مثل ما تعرفون 3,500,000 ناخب يضم مكتب انتخابات الرصافة وهو أكبر مكاتب المحافظات. وصلنا إلى 50%، ما يقارب 1,800,000 ناخب حدث بيانات. وإلى جانب الفرق الجوالة، تكثف المفوضية من الندوات التوعوية والتثقيفية في الدوائر الحكومية والجامعات لحث الناخبين على الحصول على البطاقة البيومترية لضمان حق التصويت ونزاهة الانتخابات. للتعريف بالقانون الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية والفرز والعد، وإضافة إلى تثقيف الناخبين لحثهم للتحديث البيومتري وتوزيع البطاقة البيومترية. خيار الانتخابات خيار جدا مهم وضروري، لذلك نحاول أن نسوي رفرش للناخبين في سبيل إعادة الانتماء إلى صندوق الاقتراع وللانتخابات وتغيير قناعاتهم التي تراكمت بسبب أفعال سلبية، أنه الانتخابات غير مجدية والانتخابات غير مفيدة، على أمل أن نغير هذه القناعة باتجاه المشاركة الواسعة والكبيرة من قبل كل الناخبين. وبحسب مفوضية الانتخابات، فإن أكثر من 1,000,000 ناخب حدث بياناته منذ انطلاق عملية التحديث في الأول من شباط الماضي، وذلك من خلال المراكز الثابتة وفرقها الجوالة التي تجاوزت 1,000 فريق جوال. ومع استمرار عملية التسجيل والتحديث، تؤكد مفوضية الانتخابات أن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من البطاقات البيومترية هدف تسعى إلى تحقيقه قبل موعد إجراء الانتخابات من أجل ضمان حق الناخبين بالتصويت ونزاهة الانتخابات. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية. أكد وزير الثقافة والسياحة حسن ناظم أن زيارة البابا إلى العراق فرصة لإنعاش السياحة والاقتصاد إذا ما خطط لها. ناظم في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة أشار إلى أن زيارة البابا إلى النجف الأشرف علامة بارزة في تعزيز السلم المجتمعي. ضوء ساطع ينطلق من النجف في هذه الزيارة ليعزز جهود المرجعية في تعزيز السلم المجتمعي بين العراقيين، وفي تعزيز الحوار، وفي تعزيز الأمن والسلام في بلدنا. سيكون لها ظل كبير على معنى الاقتصاد إذا ما أحسننا استثماره. فالمحجات التي سيضع البابا قدمه فيها هي أماكن مهمة يمكن أن تكون معالم سياحية لبلدنا إذا ما خطط لها وعمل عليها لكي تكون مواقع لأتباع الديانات. وعن لقائه بالمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، أكد وزير الثقافة حسن ناظم أن زيارة البابا تكتسب أهمية بالغة في مسألة الحوار الإسلامي المسيحي، فضلا عن كونها تدعو إلى التسامح بين جميع الطوائف والأديان. المحطة الكبرى التي سيتوقف عندها قداسة البابا هي النجف أيضا. هذا اللقاء مع السيد السيستاني المرجع الأعلى لقاء يكتسي أهمية بالغة أيضا في مسائل الحوار الإسلامي المسيحي، وأحسب أن زيارة قداسة البابا إلى النجف ولقاءه بآيات الله العظمى سيد السيستاني هو تتويج لحركة عالمية من الحوار سبقتها لقاءات كثيرة مع زعماء دينيين في العالم، واليوم تنتهي إلى هذا اللقاء الإسلامي المسيحي في مدينة النجف ذات الرمزية الكبرى في هذه المسائل.
أكد وكيل وزير الثقافة عماد جاسم أن زيارة البابا إلى العراق تمثل لحظة تاريخية واقتصادية واجتماعية. جاسم في نشرة سابقة أوضح أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لاستقبال البابا، مبينا أن هذه الزيارة ستفتح آفاق التعاون مع مختلف دول العالم خصوصا في مجال السياحة. هذه الزيارة التاريخية هي تخدم شرائح المجتمع العراقي بشكل عام، وتخدم توجهات وزارة الثقافة والحكومة بشكل عام أيضا في ترسيخ قيم التعايش والتسامح بين الأديان. خطوات وزارة الثقافة فاعلة بهذا الاتجاه، بل أنها وضعت ضمن أولوياتها إنجاح هذه الزيارة على الوجه الأكمل من ناحية ترتيب الجوانب الإعلامية والأمنية وأيضا التحضيرات على قدم وساق في إمكانية أن تكون وزارة الثقافة تفتح آفاق تعاون مشترك مع دول ومع منظمات دولية لأجل تعميم الفائدة في قضية السياحة الدينية وسياحة التنوع والسياحة الثقافية أيضا، لتكون هذه الأماكن التي يزورها البابا هي مزارات لمختلف الديانات ومختلف الناس الذين يأتون من خارج العراق ومن داخل العراق. شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة دعم الأسرة التعليمية والارتقاء بها وحماية حقوقها. صالح في تغريدة له بمناسبة عيد المعلم حيا إخلاص المضحين في ميادين التربية والتعليم، مؤكدا أنهم يواصلون المسيرة على الرغم من التحديات وما فرضته جائحة كورونا من مصاعب. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن التعليم ما زال يقوم بدوره في العراق رغم كل التحديات الصعبة التي مر بها. وخلال استقباله وفد نقابة المعلمين بمناسبة يوم المعلم، أوصى الكاظمي المعلمين بأهمية صناعة جيل حقيقي يؤمن بالمشروع الوطني، لافتا إلى أن أجيالا وقعت في براثن الإرهاب بسبب جذورها أو بعد جذورها عن التعليم. نفتخر بالمعلم طبعا في كل مساراته رغم كل التحديات الصعبة اللي مر بها التعليم العراق، ما زال التعليم يقوم بدوره بمسؤولياته. المعلم هو الأب والمعلمة هي الأم، فوصيكم بالطلاب أهمية صناعة جيل مؤمن بالمشروع الوطني العراقي. ما عندنا غير المشروع الوطني اللي هو يجمعنا. العراق مر بأزمات خطيرة منذ تأسيس هذا النظام عام 2003 ولحد هاللحظة، وانخلقة أجيال وقعت في براثن الإرهاب لما تباوع جذورها كلها بعيدة عن التعليم. لو كان تعليم حقيقي، لو كان ظروف المعلم والمدرسة بصورة صحيحة، كما حققت أجيال تؤمن بالسلاح الحل بالحوار. رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكد بمناسبة عيد المعلم على دور الملاكات التدريسية والتربوية في مواجهة الظروف القاسية والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في بناء جيل تلو الآخر. بدوره دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي إلى الإسراع في تفعيل قانون حماية المعلمين والمدرسين بما يناسب دورهم وجهودهم في صناعة الأجيال. إذن تقلبات كبيرة شهدها سلك التربية والتعليم في العراق خلال العقود الخمسة الأخيرة أسهمت في تغيير الواقع التدريسي من جيل لآخر. تجارب وتحديات خاضها المعلمون على مر السنين، فبعضها كان سببا لتحويل الأحلام إلى واقع كما حدث مع المعلم محمد الركابي. في عيده السنوي للمعلم يستذكر محمد الركابي أوائل أيام طموحه وأحلامه، فمن بين مناطق ريفية وفي أوقات مبكرة من الصباح كان يتابع في طفولته معلما في منطقته النائية. حينذاك تحول طموحه صعب المنال إلى السلك التعليمي. كان من عائلة ريفية، أهلي ناس مزارعين، وجيراني كان موظف الله يرحمه ما أريد أذكر اسمه، فهذا يطلع الصبح لابس قاط ورباط ورايح للدوام، واهلي طالعين للزرع. ف
فقلت ثاني عندي هدف بالحياة، هذا أصير مثل هذا الشخص، لا بس ألسقى أطول رباط وأصير مثله وأكون أطلع الوظيفتي من الصبح مثل ما هو هذا الشخص. ليش نبقى إحنا على حياة واحدة مستمرة؟ ولله الحمد الله وفقني والآن أمامك. شهد سلك التربية والتعليم في البلاد واحدة من أكبر التقلبات والتغيرات خلال فترة الخمسة عقود أولها إنساني ظهرت في تغيير النظام السياسي في العراق عقب 2003، وثانيهما تكنولوجي تجسد في تحويل التعليم إلى الإلكتروني. كان عندي تجربة سابقة بالتواصل الاجتماعي مع الطلبة والمعلمين وكانت جدا ناجحة و يعني مفعلة بالنسبة للمعلم قبل الطالب، لأن طرائق التدريس تنقل من المعلم للمعلم ثم للتلميذ. وإلى جانب تذكر الركابي الكثير من تفاصيل حقبته الدراسية آنذاك وحتى تسنمه الإشراف العام في رصافة بغداد، فإن طموحه هذا ومحنه قد تشاركتها شريحة واسعة من التعليم. أتذكر لحد الآن الصف مالتي صف طيني ويعني بسط يعني أرضية يعني مثل السجاد في الأرض وصبرة معلقة في الغرفة الطينية. بأي عام؟ 78. فكنت مع هذول الناس الكبار وأنا أصغر واحد بيهم، لأن ماكو مدرسة قريبة أنا أسجل بالمدرسة، وصار عمري يعني تقريبا 10 سنوات فسجلت مع هؤلاء. بين الكرخ والرصافة من بغداد يقطع المعلم العراقي شوطا في تجاربه مع المحن والتحديات والنجاحات، ليقف يوم المعلم العراقي على مسافة واحدة في تهنئة الجميع بين أكاديمي ومعلم البلاد. صبر كاظم، العراقية الإخبارية، بغداد. أعلنت وزارة الاتصالات إطلاق البرنامج الإلكتروني الخاص عبر موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا. المتحدث باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني قال إن الوزارة ستوفر البنى التحتية اللازمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة لطلب اللقاح بالتعاون مع وزارة الصحة لإنجاح مساعيها الحثيثة للتخفيف من وطأة الجائحة. أكد نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي أن البرلمان لن يتأخر في تشريع قانون أو قرار يخص لقاح كورونا. الكعبي في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع لخلية الأزمة النيابية أوضح أن الحكومة يقع على عاتقها إطلاق اللقاحات بالسرعة الممكنة من أجل سلامة المواطنين. مجلس النواب العراقي لن يتأخر في إمكانية إصدار تشريع أو قرار في مجلس النواب لغرض وصول اللقاح بأسرع وقت إلى أبناء الشعب العراقي، وأكيد للحكومة والجهات الفنية والمختصة وخصوصا المسؤولين في وزارة الصحة الدور الأكبر في تنضيج هذا الرأي، ولكن احنا مستعدين كمجلس النواب العراقي إن شاء الله أن نصوت على أي قرار أو أي قانون يخدم بشعبنا ويصل اللقاح إلى أبناء شعبنا إن شاء الله. آلية استيراد لقاح كورونا ومدى فعاليته في مواجهة الوباء أبرز ملامح الاجتماع الذي عقد بين خلية الأزمة وممثلي وزارتي الصحة والخارجية. الاجتماع استعرض أيضا مفاوضات وزارة الصحة مع الشركات والكميات التي سيجهز العراق بها عن طريق مرفق كوفاكس خلال الأيام المقبلة. دعم نيابي لجهود وزارة الصحة في تسهيل إجراءات الحصول على اللقاح المنتظر لفيروس كورونا كان أبرز ما شهده اجتماع خلية الأزمة النيابية مع ممثلين عن وزارتي الصحة والخارجية. اجتماع ناقش آلية استقدام اللقاح المطروح من عدة شركات أجنبية ومدى فاعليته في مواجهة الوباء، فضلا عن أسباب تأخر وصوله، مع تأكيد اللجان البرلمانية المعنية ضرورة تضافر الجهود للإسراع بوصول اللقاح. اللقاح ينتج من عدة شركات، والاجتماع اليوم ناقشنا بهذا المحور المهم، وأين وصلت وزارة الصحة بإجراءاتها فيما يخص جلب اللقاح إلى العراق،
وخصوصا الإجراءات التفاوضية. وزارة الصحة العراقية لم تدخر أي جهد حقيقة إلا وبذلته من أجل أنه توفر اللقاح للشعب العراقي. وزارة الصحة لديها خطة تم الاطلاع عليها في جدولة توزيع هذه اللقاحات بين الفئات العمرية والفئات المهنية ذات الاختطار العالي، بتطعيم بعد وصول هذه الجرعات من اللقاحات. أعتقد أنه يجب أن لا تكون مطولة، ستكون خلال أسبوع إن شاء الله. الكميات اللي يتعاقد عليها العراق نعتقد أنها كميات لا بأس بها. وزارة الصحة من جانبها استعرضت الكميات التي سيجهز العراق بها خلال الأشهر القليلة المقبلة ضمن مرفق كوفاكس المعني بتوزيع اللقاح حول العالم، مؤكدة قرب وصول دفعة مقدمة من شركة أسترازينيكا البريطانية خلال الأسبوع المقبل، فضلا عن الدفعات اللاحقة لضمان وصول اللقاح بالكميات المطلوبة وبأسرع وقت. أيام قليلة إن شاء الله ستردنا وجبة من كوفاكس أسترازينيكا إن شاء الله بحدود 194,000 ستوزع، وبعدها بأيام ستردنا أيضا من نفس اللقاح 300 وأكثر من 300,000 جرعة، وهكذا تتوالى الشحنات من مرفق كوفاكس، إضافة إلى نتأمل الحصول على لقاح فايزر بعد تشريع قانون الحماية للشركات. كشفت أوساط نيابية عن إن قانون مواجهة جائحة كورونا في طريقه للتشريع بعد إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، والذي سيسرع من إجراءات الحصول على كميات أكبر من اللقاحات. من بغداد، حسن الفواز، العراقية الإخبارية. في آخر مستجدات الموقف الوبائي اليومي، سجلت وزارة الصحة والبيئة 3599 إصابة جديدة. بيان للوزارة أكد تماثل 3708 مصابين للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات 22 حالة خلال 24 ساعة الماضية في عموم محافظات البلاد. فيما ينتظر أن تصل لقاحات كورونا إلى البلاد، تستعد وزارة الصحة لتهيئة جميع الإجراءات الخاصة بتوزيع اللقاح على الفئات المشمولة كمرحلة أولى. هذه الاستعدادات رافقتها عمليات تدريب مكثفة للملاكات الصحية عن كيفية إعطاء اللقاحات للمواطنين. تدخل عملية أخذ اللقاحات على سبيل التجربة حيز التنفيذ ساعات قليلة، وتبدأ اللقاحات فعليا بالدخول والوصول إلى أماكن خزنها والتهيئة للمباشرة بإعطائها للفئات المشمولة بها كمرحلة أولى. كل مراكزنا الصحية في العراق وفي بغداد وفي دائرة الرصافة مستعدة بشكل كامل لإعطاء اللقاحات يوم الأربعاء بإذن الله تعالى. ستصل اللقاحات اليوم مساء إن شاء الله، وهذه اللقاحات هي المرحلة الأولى لهذه اللقاحات. هناك إن شاء الله على التدريج ستصل لقاحات أخرى من أجل تغطية أكبر عدد ممكن من مواطنين. الطواقم الطبية أعدت العدة منذ يومين لإتمام خطة اللقاحات، خصوصا وأن الجرعات من جهة رصينة معترف بها عالميا وحسب الاتفاق مع منظمة الصحة العالمية من أجل محاربة الفيروس والحد من انتشار السلالة الجديدة، بتهيئة كل مستلزمات الوصول بصحة المواطن إلى بر الأمان. مصادر الحصول على اللقاح المصادر رصينة من قبل وزارة الصحة ومن قبل مصادر رصينة وشركات مؤمنة 100%. فيما يخص الآثار الجانبية، الآثار الجانبية متوقع حالها كأي لقاح سابق، ممكن تكون آثار بسيطة وشائعة، ممكن احمرار أو ألم بسيط في مكان الحقن، وفي حالات نادرة جدا ممكن أن تحدث بعض الآثار الجانبية التي أيضا يمكن أنه نتلافاها. من الجدير بالذكر أن 50,000 جرعة من لقاح سينوفارم الصيني تمثل دفعة أولية، تتبعها وجبات أخرى يمكن خزنها بثلاجات اعتيادية بدرجات حرارة تتراوح بين 2 إلى 8 درجات مئوية، ما يسهم بالنتيجة ببرمجة الجهاز المناعي للجسم على إنتاج خلايا مناعية تقوم بالالتصاق وتحييد بروتينات الفيروس. من بغداد، سجى جاسم، العراقية الإخبارية. الآن ينضم إلينا من مطار بغداد الدولي مراسلنا ياسر عامر. ياسر، أرحب بك ونتحدث عن الاستعدادات اللي اتخذتها وزارة الصحة والجهات المعنية لاستقبال الهدية الصينية، الحديث عن لقاح سينوفارم وبشحنة تقدر ب50,000 جرعة. هل وصلت هذه الشحنة
ياسر. نعم نجاح، أنا الآن في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في مطار بغداد في الجانب العسكري تحديدا. ما تزال الطائرة في الأجواء العراقية لم تصل، من المؤمل حسب قيادة القوة الجوية أن تصل في الساعة الواحدة أو بعد الساعة الواحدة بعد منتصف هذه الليلة، بعد منتصف ليل هذه الليلة. وزارة الصحة، وزير الصحة، قيادة القوة الجوية متواجدة الآن في القاعدة، تتهيئ أيضا شركة كيماديا الشركة الخاصة بالأدوية في وزارة الصحة لاستقبال المنحة الصينية التي حددت بخمسين ألف جرعة في ثلاجات تنقل على عجلات خاصة بوزارة الصحة. الآن الجميع هنا مستعد لاستقبال اللقاحات، ووزارة الصحة أكدت أن هذه اللقاحات تطعم للمشمولين وللفئات المشمولة ابتداء منذ يوم غد كوجبة أولى في بغداد هذا، وستنقل الوجبات المخصصة للمحافظات، وستليها وجبات أخرى من لقاحات مختلفة في الأشهر المقبلة. كذلك وزارة الصحة أكدت أنها أطلقت الاستمارة أو المنصة الإلكترونية في موقعها وموقع مديريات الصحة العامة في بغداد والمحافظات من أجل تقديم الراغبين على اللقاح. طيب. وسيصدر كارت للمواطنين وللمتقدمين يثبت أنهم تلقوا الجرعة الأولى والثانية، وممكن أن يسافرون، أن يتحركون باعتبارهم يعني متلقين هذا اللقاح. نعم. طيب ياسر، هل تأكدت أنه هذه المنحة الصينية الحديث عن 50,000 جرعة ستخصص فقط لساكني العاصمة بغداد؟ لا، هي المنحة ستوزع إلى جميع المحافظات. طيب. وفق القوائم التي أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى، لكن في بغداد يعني منذ يوم غد في بغداد ستوزع، وإحنا بدأنا أصلا بيوم الثلاثاء، يعني هذا ما أكده وزير الصحة أنها طيب. ستوزع يوم غد في بغداد وستنقل إلى بقية المحافظات أيضا ابتداء من صباح هذا اليوم. طيب نجح. طيب نتحدث إذن عن آلية نقل هذه الشحنة، الحديث عن العجلات، هل هي مثل ما تفضلت قبل قليل الحديث عن عجلات خاصة مبردة وفق تقنية معينة، نتحدث عن هذه العجلات وعن آلية النقل ياسر. وزارة الصحة حددت عجلات معينة لكل نوع لقاح سيأتي أو سيجلب إلى البلد، يعني اللقاح الصيني هناك عجلات مخصصة بمبردات أو ببرادات خاصة لهذا اللقاح، درجة حرارة خاصة لهذا اللقاح، وشركة كيماديا ستوصلها إلى جميع مديريات الصحة في بغداد وفي المحافظات. كل لقاح هناك له برادات خاصة وعجلات خاصة خصصتها وزارة الصحة. نجاح. طيب، لكن الحديث عن نقل هذه الشحنة، هل سيتم نقلها إلى مكان مركزي قبل البدء عن توزيعها بالمحافظات ياسر؟ المكان المركزي الذي ستنقل اللقاحات التي ستصل بعد قليل ستنقل إلى الشركة العامة للمستلزمات الطبية والأدوية كيماديا التابعة لوزارة الصحة، ومن ثم توزع يعني تباعا إلى المكانات المخصصة في بغداد وبقية المحافظات، هذا ما أكده السيد وزير الصحة. طيب نجاح. شكرا جزيلا من مطار بغداد الدولي مراسلنا ياسر عامر. في الأمنيات، عمليات أمنية واسعة انطلق الشمالي محافظة ديالى لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي بعد مناشدات أهالي ناحية جلولة بتطهير بساتينهم كي لا تكون مأوى لبقايا الإرهاب. القطاعات العسكرية في محافظة ديالى تنفذ عملية أمنية واسعة النطاق لتطهير مناطق زور الإصلاح والحنطة في ناحية جلولة من بقايا داعش الإرهابي. قيادة العمليات المشتركة أكدت أن العملية ستؤمن مناطق واسعة في شمالي ديالى، وستمنع الإرهابيين من تنفيذ أي عملية إرهابية تستهدف أصحاب البساتين والأراضي الزراعية. هذه المضافات وهذه المفارز الإرهابية تهدد
قريتي الإصلاح وأم الحنطة، الناس دفعوا شهداء من أبنائهم، والتقينا بهم الحقيقة بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة هذا اليوم. أهل المنطقة خولوا القوات الأمنية باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع استهداف هذه المنطقة ومنع تواجد عناصر داعش الإرهابي. الأهالي تعاونهم تام ويانا بشكل كبير جدا من أجل يعني القضاء على هذه العناصر الموجودة في مناطق الزور. قطاعاتنا حاليا تقوم بفتح الطرق والممرات والتفتيش. وضعنا خطة لمسك تلك المناطق بعد تطهيرها تطهيرا كاملا، بحيث يصبح الموضع الدفاعي خط واحد. أهالي وسكان مناطق زور الإصلاح والحنطة أكدوا أهمية هذه العملية الأمنية في تطهير مناطقهم من الإرهابيين الذين يحاولون إرباك الوضع الأمني، مناشدين القطاعات العسكرية والحج الشعبي بالاستمرار في ملاحقة ومطاردة بقايا الإرهابيين في ديالى. احنا لازم نتعاون القوات الأمنية، لأنه موضوع المنطقة صار موضوع كل الصعب، والمنطقة تأذت وأولادها تأذت، وحاليا حتى البساتين ما يقدرون يطبون. فالقوات العسكرية بالعكس متعاونة ويانا بشكل كلش جيد. هذه العمليات شرعت على ضوء المناشدات التي صدرت من أهالي هذه القرى لما رأوه وتعرضوا له وأعطوا التضحيات والشهداء. القطاعات العسكرية وقوات الحج الشعبي تنفذ عملية أمنية لتطهير مناطق شمالي محافظة ديالى. هذه العملية تحظى بدعم المواطنين في المحافظة في وقت تؤكد قيادة العمليات المشتركة نفيها الأنباء التي تحدثت عن تجريف بساتين أو أراضي زراعية، مشيرة إلى أن العملية تقوم بتطهير هذه البساتين ومنع التنظيم الإرهابي من جعلها مأوى للإرهابيين. من شمال محافظة ديالى، حسام التميمي، العراقية الإخبارية. جهود كبيرة تبذلها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية في متابعة الخلايا الإرهابية، والتي أدت إلى قتل أهم قادة داعش الإرهابي والقبض على أعداد كبيرة منهم في الأشهر الثلاثة الماضية، فضلا عن إلقاء القبض على عدد من عصابات الجريمة المنظمة. وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية أحد الأذرع المهمة والحيوية لوزارة الداخلية، تعلن خلال مؤتمر صحفي عن أهم الإنجازات الأمنية التي استطاع منتسبوها الأبطال العاملون خلف الكواليس من تحقيقها خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي. دأبت وكالة الاستخبارات بجهد استخباري معلوماتي دقيق، ووظفت فيه كل الإمكانيات للوصول إلى من كان وراء هذا الاستهداف للمواطنين في ساحة الطيران. استطعنا القبض على 5 من عناصر داعش الإرهابي تباعا، واعترفوا خلال تحقيق بعملهم ضمن أحد المفارز الإرهابية، وأيضا اعترفوا بوجود وكيل بداخل الإرهابي سعد الدلة. كل يتذكر فرق الموت، طبعا النتائج اللي تحققت والملقى القبض عليهم النتائج كانت واضحة، ولكن عملية التحقيق مستمرة. العمليات النوعية للوكالة لم تتوقف عند قتل الإرهابيين وملاحقة فلولهم الفارة، بل تعدتها لتشمل الجريمة المنظمة بأشكالها كافة، كتعاطي وتجارة المخدرات وتهريب الآثار وشبكات الابتزاز التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مكانا لها. شرطة الطاقة والنشاط في بغداد ونينوى وكركوك في قضايا العجلات المخالفة للتهريب، وأيضا المحطات المتنقلة للمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته، وهذا بالتأكيد يدخل في صميم عمل الجهد الاستخبار الذي يحافظ على الاقتصاد الوطني. ما يقارب 7,000 اتصال هاتفي وإخبار تلقتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من قبل المواطنين منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، أثمرت عن أكثر من 73% من تحقيق أهدافها المطلوبة، في مؤشر واضح وكبير على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في كشف وإحباط المخططات الإرهابية والإجرامية. مؤيد الفرطوسي، العراقية الإخبارية، بغداد.
في الدوليات أكدت وكالة الأنباء الألمانية أن الاتحاد الأوروبي أطلق إجراءات قانونية رسمية لمعاقبة 4 أشخاص متورطين في الحكم الأخير الصادر ضد المعارض الروسي أليكسي نافالني. الوكالة أوضحت أن هذه الخطوة تمهد الطريق أمام تطبيق الإجراءات التقييدية الجديدة عقب اتفاق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي 27 الأسبوع الماضي، مبينة أن الأهداف المحتملة ضد هذه المرة هي المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف ورئيس لجنة التحقيق الروسية الإسكندر باستركين. أكد نائب وزير الخارجية الروسي الإسكندر غروشكو أن موسكو سترد على العقوبات الفردية الجديدة التي قررت بروكسل فرضها على مسؤولين روس على خلفية قضية اعتقال المعارض أليكسي نافالني. غروشكو قال أن روسيا سيكون لها رد فعل في حال وقعت عليها العقوبات، مبينا أن موافقة الاتحاد الأوروبي على العقوبات ذات الصلة بقضية نافالني لم تفاجئ موسكو، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تدمر العلاقات الثنائية. وصفت إيران المساعي لإصدار قرار ضدها في اجتماع حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه سلوك غير بناء. مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال أن أي قرار ضد إيران يصدر عن اجتماع مجلس حكام الوكالة يشكل تهديدا للفرص الدبلوماسية المتاحة، مؤكدا على إلغاء كامل الحظر عن إيران باعتباره شرطا أساسيا لعودتها إلى كامل التزاماتها في إطار الاتفاق النووي. عبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروشي عن قلق الوكالة البالغ إزاء تعاقص طهران عن تقديم تفسير لوجود جزئيات يورانيوم في إحدى منشآتها غير المعلنة. غروشي قال في اجتماع افتراضي لمجلس محافظي الوكالة أن وجود العديد من جزئيات اليورانيوم بشرية المنشأ هو دليل واضح على أن مواد نووية أو معدات ملوثة كانت موجودة في ذلك الموقع، مبينا أن إيران لم تتمكن من تقديم التفسير الضروري والكامل والموثوق تقنيا لوجود هذه الجزئيات بعد 18 شهرا. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على بلاده أولا إذا كانت تريد إجراء محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي. زادة قال إن إدارة الرئيس جو بايدن يتوجب عليها تغيير سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها ترامب تجاه طهران، مضيفا أن إيران ستواصل العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم تقليص التعاون معها. نفت وزارة الدفاع الأمريكية تجاهل واشنطن طلب تركيا بشأن الحصول على منظومة الدفاع الصاروخي باتريوت مما دفعها لشراء منظومة S-400 الروسية. المتحدث باسم الوزارة توماس كامبول جدد دعوته الحكومة التركية للتخلي عن منظومة الدفاع الروسية، مشيرا إلى أن هذه المبيعات تذهب إيراداتها للروس وتمنحهم نفوذا، مشيرا إلى أن تركيا حليف مهم في حلف شمال الأطلسي إلا أن هذه القضية لا تتماشى مع مسؤولياتها بوصفها حليفا للولايات المتحدة والناتو. ترك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الباب مفتوحا أمام خوضه انتخابات 2024. ترامب في كلمة ألقاها للمرة الأولى منذ خروجه من البيت الأبيض قال أن الجمهوريين سيستعيدون مجلس النواب وسيفوزون بمجلس الشيوخ، مبينا أن الديمقراطيين خسروا الانتخابات، مروجا من جديد للادعاءات بأنه حرم من ولاية رئاسية ثانية بسبب حصول عمليات تزوير. اتهمت الأمم المتحدة السلطات العسكرية في ميانمار بتنفيذ حملات قمع معربة عن انزعاجها الشديد من زيادة عدد القتلى والجرحى. المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان جوجاك قال أن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين والاعتقالات التعسفية أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد على التكاتف وإرسال إشارة واضحة إلى الجيش بضرورة احترام إرادة شعب ميانمار.
تمثل زعيمة ميانمار المخلوعة أونغ سان سوشي التي لم تشاهد علنا منذ الانقلاب العسكري في الشهر الماضي أمام المحكمة بعد القمع الدامي الذي استهدف في نهاية الأسبوع الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بالديمقراطية. وفي سياق متصل فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين في 4 مدن بورمية. وقالت الأمم المتحدة في هذا الصدد أن لديها معلومات موثقة عن مقتل 18 شخصا على الأقل، مشيرة إلى أنها تدين تصاعد العنف ضد الاحتجاجات في ميانمار، داعية الجيش إلى الوقوف الفوري لاستخدام القوة ضد المتظاهرين. دعوة البطريرك الماروني بشار الراعي في لبنان إلى عقد مؤتمر دولي أثارت ردود فعل متباينة لدى الأوساط السياسية والدينية والشعبية، إذ حذرت قوى لبنانية من أن تفتح الدعوة الباب أمام التدخل الخارجي مما قد يؤدي إلى اضطرابات وانقسامات داخل الشارع اللبناني. أثارت مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بشأن دعوته إلى الحياد الناشط والمؤتمر الدولي الخاص بلبنان ردود فعل شعبية وسياسية ودينية في الشارع اللبناني، مما دفع بالمفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان من إصدار بيان قائلا فيه: إن الأزمة الوطنية بلغت حد الاشتباك الخطأ والتوصيف الخطأ، مشيرا إلى أن سيادة لبنان تمر بدولة مواطنة ولا دولة طوائف، مذكرا أن السلاح هو لمحاربة إسرائيل، مضيفا أنه إذا كان المؤتمر الدولي بنسخة الصين فهم معه، ولكن إذا كان بنسخة سايكس بيكو وبلفور فهم ضده، خاتما أن بكركي كانت وما زالت وستظل رمز شراكة وطن وعيش مشترك. هذا وقد تحدث سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في وقت سابق محذرا من ملف التدويل، لأن أي كلام عن قرار دولي تحت الفصل السابع هو دعوة إلى الحرب، هو دعوة إلى الخراب، هو دعوة لمجيء قوات احتلال إلى لبنان. ما بفتكر هذا هو المطلب، لأنه هذا المطلب ما بيؤدي لنتيجة، يعني هو بيعرف هذا بيؤدي لتوترات داخلية قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب العنف بينها مختلف الأطراف في لبنان. من جانبه رأى النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلي الفرزلي في حديث خاص به جريدة الصباح العراقية أنه لا يجب تحميل الطرح أكثر مما يحمل، والراعي لم يتحدث عن قرار دولي تحت الفصل السابع. وبالرغم من ذلك التوضيح، طرف لبناني ما زال غير مقتنع بأن الأزمات السياسية والاقتصادية سيحلها مؤتمر دولي. عندما ننظر إلى التجارب السابقة يتبين لنا أن الأرجح المؤتمر الدولي إذا لم يكن هناك توافق داخلي عليه لن يأتي بأي جديد أو بأي حل. الإصلاح لن يأتي من الخارج، يجب أن يأتي من الداخل. وبينما يعم لبنان وضع سياسي متأجج وأزمة اقتصادية خانقة، تباين وجهات النظر يزيد من انقسام الشارع اللبناني، فيما المنتظر الوحيد هو مشروع الحل الحقيقي المنقذ للجميع. العراقية الإخبارية ماريان زوين، بيروت. جددت سوريا مطالباتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بعد الهجوم الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في محيط دمشق. وزارة الخارجية السورية في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ذكرت أن إسرائيل نفذت هجوما جديدا بموجات متتالية من الصواريخ، مؤكدة أن سوريا لن تتوانى بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكافة الطرق التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. قال الجيش السوري أن صواريخ إسرائيلية ضربت مناطق في جنوب دمشق في هجمات متزايدة. الجيش السوري ذكر في بيان أن الهجوم جاء من هضبة الجولان وأنه أسقط معظم الصواريخ، وذلك في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من شهر على مشارف العاصمة. في المقابل امتنع متحدث عسكري إسرائيلي عن التعليق عندما سئل عن هذا التقرير.
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بتشكيل المحكمة العليا المتعلقة بالنظر في قضايا الانتخابات قبل نحو شهرين من إجراء الانتخابات التشريعية في فلسطين. وكالة الأنباء الفلسطينية ذكرت أن الرئيس عباس أصدر مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات برئاسة قاضية المحكمة العليا ومحكمة النقض إيمان نصر الدين، مشيرة إلى أن عضوية المحكمة تضم 8 قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية وبالتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام القانون. دافع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة عن العملية الانتخابية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة. دبيبة قال أن مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية قاربت على الانتهاء، مؤكدا متابعته محاولات التشويش على عملية تشكيل الحكومة وإفساد حالة التوافق الوطني وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة من خلال تبني نهج نشر الإشاعات والأخبار الزائفة وتغيير الحقائق. قضت محكمة فرنسية بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة 3 أعوام على خلفية اتهام يتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ. وسائل إعلام محلية أوضحت أن الحكم سيكون لمدة 3 أعوام، سنتان منها مع إيقاف التنفيذ. واتهم ساركوزي أنه بمساعدة مستشاره القانوني عام 2014 حاول معرفة أسرار تتعلق بتحقيقات من غريبت أزبرت، والذي كان في ذلك الوقت محاميا عاما في قضية النقد بشأن تحقيق منفصل حول تمويل الانتخابات. ختام هذه النشرة العناوين: مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد الأربعاء بعد التصويت على قانون الناجيات الأيزيديات وإنهاء القراءة الأولى لقانون مواجهة كورونا. المحجات التي سيضع الباب قدمه فيها هي أماكن مهمة يمكن أن تكون معالم سياحية لبلدنا. 3 أيام على زيارة الباب التاريخية، وزير الثقافة يدعو لاستثمارها بالشكل الأمثل ويؤكد أن الأماكن التي يزورها ستصبح معالم سياحية. نفتخر بالمعلم طبعا في كل مساراته رغم كل التحديات الصعبة اللي مر بها التعليم العراق، ما زال التعليم يقوم بدوره بمسؤولياته. رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان يهنئون المعلم في عيده ويؤكدون ضرورة دعم الأسرة التربوية وحماية حقوقها. استعدادات لوصول أولى وجبات لقاح كورونا إلى العراق. الصحة تطلق منصة إلكترونية لتسجيل طلبات التطعيم باللقاح. عقوبات أوروبية تطال مسؤولين روس على خلفية قضية نافالني، وموسكو تحذر من تدمير العلاقات الثنائية وتتوعد بالرد. هذا ختام النشرة، شكرا لكم، تحياتي.